فيها آراء مفيدة، مفاهيم عديدة، دائما فكرة جديدة. على الهواء سولف معانا. سولف معانا، نلتقي ونحكي، نقضي فيها أسعد وأحلى الأوقات. أينما كنتم مستمعينا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله مساكم بالخير والبركة. حياكم الله في برنامجكم سولف معنا. نسعد جدا بهذا الوقت الذي يجمعنا وإياكم لاستقبال مشاركاتكم وآراءكم ومداخلاتكم الطيبة. إذن مستمعينا، معاكم من الآن وحتى الثانية أذكركم بفريق العمل: عايدة البلوشية، أنس المشيفري، وأحمد الحديدي، وفي إخراج هذه الحلقة سلطان المعمري. خميس ومالي خلق أزعل مهما تستفزوني، خميس ومالي خلق أزعل، أنا فوق السحب هناك شوفوني. خميس كل شيء وبستانس، أبستانس إلين اليوم يصبح أول أمس، مستمعينا وحياكم الله في برنامجكم سولف معنا. مثل اليوم مستمعينا يقول: يا صابر زمان اصبر ثمان. إذن هذا هو مثل اليوم مستمعينا، يقال قديما، يعني لأن العروس كانت تزف للعريس بعد 8 أيام، فكانوا دائما أهل العريس يرددوا أمام العريس أنه يا صابر زمان اصبر ثمان. البعض يعني حتى بعد السؤال والبحث قالوا لا، هو يعني ما في مغزى معين للرقم، ولكن يعني لجمالية صياغة وسجع أمثالنا. لذلك يعني في بعض البلدان يقولوا يا صابر زمان اصبر كمان.
المهم هنا الدعوة عزيزي المستمع للصبر بالتأكيد، وبما أنك صبرت طويلا صبرت زمان يعني ما يضرك أنك تصبر بعض الوقت. حياكم الله مستمعينا، و نذكر المستمعين بالأرقام يا سلطان. أنا أيضا أذكركم بحسابنا في تويتر @generalradio إذاعة سلطنة عمان في تويتر. الأرقام عندك يا سلطان. سولف معنا، نسعد بتواصلكم معنا على هواتف البرنامج عبر الرقم 24640234 24640234 أو 24640233 24640233. الرسائل النصية القصيرة 90484 سولف معنا من الأحد إلى الخميس، من الواحدة وحتى الثانية ظهرا على الهواء. سولف معنا. أكيد سولف معنا عزيزي المستمع، وحياكم الله مستمعينا. وهذا مثل اليوم يا صابر زمان أصبر ثمان، وناخذ اتصال. السلام عليكم. وعليك السلام، مساء الخير. مساء النور، أهلين. كيف حالك؟ بخير. هذا خميس برنامج معلّة هناي. يا هلا وسهلا فيك يا خميس. ايه نعم، من قرية الخوض ولاية السيق. حياك الله. يقول ايش معك؟ صبر ساعة ولا وجع دوم. صبر ساعة ولا وجع دوم. نعم. صبر ساعة ولا وجع دوم. صحيح. ايه نعم. شكرا لك يا خميس. سلام على جميع الأخوة المتصلين، جميع أبو فيصل وأبو الفضل وأبو قيصر وعبد الله الجربي وحمد براجل وعلي الأخذني وجميع الأخوة المتصلين وطاقم للعسير فوري. شكرا لك، تسلم، مع السلامة. وجميع من يعرف خميس براجل على الهناي واصل إن شاء الله يا خميس. شكرا لك. شكرا لك. إذا خميس يقول صبر ساعة ولا وجع دوم. هو يعني دائما يعني الأمثال اللي تدعو إلى الصبر فيها تحذير، فيها تنبيه من الاستعجال في بعض القرارات. يعني اصبر الحين، تحمل نوعا ما يعني أذى الصبر، مشاعر الصبر حتى ترتاح فيما بعد. يعني خلنا ناخذ اتصال آخر. السلام عليكم. عليكم السلام. أهلا. وعليكم السلام، أهلين، كيف الحال؟ مساك الله بالخير. مساك الله بالنور يا عبد الله العبري. اي نعم، عبد الله العبري. حياك الله. كيفك؟ بخير الحمد لله. بخير الله يسلمك. بارك الله فيكم. تفضل يا عبد الله. يعني كنا نقول ما يكون عجول، يكون صبور. نعم. في 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 كل شيء، يعني في جميع الاشياء اللي اي حاجه اللي يسويها او ينجزها الانسان، عم يبغى كنا نقول حاجه عجول يستعجل فيها. لا نعم. ايوه، مثلا رايح كما اقول انجز معامله في مكان في وزاره او في مكان ثاني، يعني اصبر. قدامي مثلا زحمه، قدامي يعني كما اقول ناس، قبل ناس، يعني اصبر، ما اجلس كما اقول مستعجل. بالفعل، وعسى يعني في هذا الصبر تدبير يعني من رب العالمين، في خيره. ايوه، يعني الانسان يبغى العجول. نعم. والمثل يقول الصبر مفتاح الفرج. نعم. ايوه، سبحان الله. الصبر مفتاح الفرج. نعم. يعني إذا تريد تبحث عن مفتاح الفرج اصبر. أي نعم. أيوة نعم. وكل تأخيرة فيها خيرة. خيرة. نعم. مثل كل تأخيرة فيها خيرة. يعني نعم. كل ما تأخر هو مثلا في أشياء، في حاجات يبغى يسويها، يبغى ينجزها، يعني كل آخرتها يعني عنده خير. نعم. أيوة. أشكرك يا عبد الله. شكرا. تسلم، بارك الله فيك. مع السلامة. أيضا مستمعينا ننتظر رسائلكم النصية على 90484 وتغريداتكم على @generalradio. ويا صابر زمان أصبر ثمان. اتصال جديد. السلام عليكم. مرحبا. السلام عليكم. وعليكم السلام. يا مرحبا وسهلا أخت عايدة، كيف حالك؟ الحمد لله تمام، الله يسلمك. يا مرحبا وسهلا. من معنا؟ معك حمود لوخيري. يا هلا وسهلا فيك يا حمود. حياكم الله. والله البرنامج صراحة ممتاز ومواضيعكم ممتازة، ودائما أمثالكم صراحة يعني أمثال هادفة يعني. من طيبك اللي محلل البرنامج، استماعكم وتواصلكم معنا. تسلمي. تسلمي والله.
أنا عندي مثل عماني معروف وقريب من مثل اللي معاكم اليوم واللي هو يقول يا صارت الهيب ما تغلب كبرة. يا ضارب يا صارت الهيب يعني اللي ما يا ما يا صارت تعرف الهيب إيه هي. ما تغلب كبرة يعني على 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 صغر الإبرة ما ظني بالفعل. نعم بالفعل يعني صح. هو مثل منشر بعض المناطق في عمان. نعم وهو نفس المعنى يعني يودي. بالفعل بالفعل مثل جميل جدا. نعم. تسلم بارك الله فيك يا حمود. تسلم يلا مرحبا. رسالة تقول مساءكم أحلى ويكند وأنا أقول يا صابر زمان أصبر ثواني. محبكم يحيى المعمري من شناص. أصبر ثواني شكلك ما تحب تستعجل. ناخذ اتصال جديد. السلام عليكم. السلام عليكم عايدة. مساء الخير. مساء النور. أهلين جمعة. معك جمعة بسلام داري. يا أهلا وسهلا فيك يا جمعة. حياك الله. كيف حالك طيب؟ الحمد لله نشكر الله. الله يسلمك. المقصد من المثل انك انت يبغى منك انك تتحمل المده الذي تصبرها. بالفعل. يعني يقول مثل ثاني كل صابر ظافر. كل صابر ظافر. اي نعم. نعم. يعني ان يكون الوقت مفتوح عندك يعني ما يقول المستعجل ناكل عيش ني. اي صح. ايوه. هذا يعني مطلوب منك انك تصبر. نعم وانت صبرت يعني زمان يعني صبرت وقت طويل. ايوه باقي الحاجه بسيطه. نعم يعني لازم انك تصبر. والصبر مفتاح الفرق. نعم اكيد. ايوه حبيت اشكركم على هذا التواصل الدائم من عائله. تسلم يا جماعه. وتحياتي لخميس ليناي. حياك الله. بارك الله فيك. مع السلامه. نعم أيضا يضيف جمعة الندابة يقول كل صابر ظافر. ظافر بالتأكيد. في مكالمة. طيب ناخذ اتصال جديد. مرحبا. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا. كيف الحال أخت عايدة؟ الحمد لله تمام. شي علوم غبر. الحمد لله تمام. أنت إيش علوم؟ حمد خادم البطري معك. يا أهلا وسهلا يا حمد. يا مرحبا وسهلا. تفضل يا حمد. المثال اليوم مع الصبر ها؟ هي يا صابر زمان اصبر ثمان. اكيد. ويقول يا صابر الشهر الله يعينك على يوم اخر الايام يعني اصبرها خلاص. نعم خلاص ينفذ الصبر هنا. ينفذ الصبر على اخر وقت. اكيد ايوه لان صابر 29 يوم باقي عليه يوم واحده. نعم. يمكن يضيع هذا كله. شوف انت كيف صح. انزين. نعم. والامثال طيبه الحمد لله رب العالمين. أكيد. ومشكورين على البرنامج. تسلم. شكرا. مع مخرجنا السلامة. مخرجنا العزيز بارك الله فيك من طيبك. حياك مرحبا. مع السلامة. مرحبا. يعني يقول أنت صبرت كل هذا الوقت وبالفعل يمكن الواحد فعلا يعني صبره ينفذ على آخر وقت على آخر أيام. فيعني مثلنا اليوم دعوة أنك تصبر في هذا الوقت حتى لا تضيع على نفسك كل ذاك الوقت الطويل اللي أنت صبرت فيه. ننتقل لرسائل نصية مستمعينا وأهلا وسهلا فيكم. ورقمنا 90484 أما حسابنا في تويتر @general_radio. ورسالة من مها تقول أمثال الأمثال العمانية جميلة جدا ويا صابر زمان اصبر ثمان. شكرا شكرا. أيضا رسالة تقول قال تعالى وما صبرك إلا بالله. الرسالة من أخوكم أبو عائشة. شكرا لك يا أبو عائشة. شكرا على تواصلك معنا. وأيضا يعني شكرا لهذه الرسائل الجميلة اللي تبعثوها لنا في برنامج سولف معنا. محمد الموسلي يقول هذه هي جمالية أمثالنا أنها دائما تذكرنا وتدعونا إلى التمسك بالقيم وأيضا الأخلاق. شكرا لك يا محمد. هي مثل جرس التنبيه والتذكير يعني لما الواحد يمر بظرف معين اللي حواليه دائما يذكروه بمثل فعلا يدعوه إلى أنه يعني يحاول قدر الإمكان أنه يتماسك ولا ينهار. سعيد محمد إسيابي يقول صبرا في مجال الموت صبرا فإنك لا تراعي. شكرا لك يا سعيد. شكرا على التواصل. إذن هذا هو مثلنا مستمعينا يا صابر زمان أصبر ثمان. صبرت وقت طويل أصبر بعض الوقت. يعني الجمال في هذا المثل أيضا
يعني في السجع يا صابر زمان أصبر ثمان، أيضا في عمق في المعنى أنك صبرت وقت طويل جدا زمان. أكيد يعني هنا الدعوة في هذا المثل أنك تصبر في الوقت المتبقي. نعم الواحد يمكن يستعجل أكثر على آخر أيام، ولكن من الجميل أنه الواحد بالفعل بما أنه صبر وقت طويل خلاه يصبر الأيام المتبقية. مشاركاتكم مستمعين تثري حلقاتنا، تثري أطروحاتنا في برنامج سولف معنا. يا صابر زمان أصبر ثمان. صبر وراضي علي نسيني وروح يهون الليالي لو يزيد شوي ولهيبي والله حبيبي مهما قرالي مهما قرالي بشتاق إليه وانا عامل إيه للي حير معنا. نسعد بتواصلكم معنا على هواتف البرنامج عبر الرقم 24640234 24640234 أو 24640234 الرسائل النصية القصيرة 90484 سولف معنا من الأحد إلى الخميس، من الواحدة وحتى الثانية ظهرا على الهواء. سولف معنا حياكم الله مستمعينا وأهلا وسهلا فيكم، وسولفوا معنا حول مثل اليوم يا صابر زمان أصبر ثمان. الاستعجال أمر مكروه، لذلك الكثير من الأمثال والحكم تعالج هذه المشكلة بالدعوة إلى التريث، وأيضا ذكر يعني نتائج التريث ويعني نتاج التريث. ناخذ مكالمة. السلام عليكم. مرحبا. السلام عليكم. وعليكم السلام. كيف حالك يا أخت عائلة؟ مخبارك؟ الحمد لله عزيزتي. من القاسمية. الله يعطيك الصحة والعافية. الله يعافيش. كيف حالك أنت؟ والله بخير. والله يا عايدة شوقني برنامجكم، حلو حلو واجد، روعة برنامجكم. تسلمي عزيزتي، وإحنا سعيدين جدا بتواصلك معنا. أمثال حلوة، أمثال قديمة والله حلوة. نعم حلوة تراثية بالأمثال. نعم. متى تقولي أنت هذا المثل يا صابر زمان صبر ثمان؟ يا صابر زمان أصبر ثمان. والصبر وصبر سنوات وصبر وصبر شهور. إنسان يقول يبقى لك شيء قليل ما تقدر تصبر. صح. الصبر زين، والصبر منه فائدة، والصبر مفتاح الفرج. أمنا إحنا يعني شباب هذا الوقت، أولاد هذا الوقت، ما فينا صبر، ما نتحمل. ماشي كل عجلة شغلهم عقلة. صح. يمشوا يسوقوا السيارة مستعجلين. صح. يروحوا مستشفي مستعجلين، يسووا شيء في البيت كله أهم وتسونتوا شغل مع العقلة. عقلة ما ينفع. نعم. إنسان يسوي في البيت شيء يسوي، ما يسوي بالديدي مع العقلة عقلة عشان يكون يخلصها. صح. لازم يكون على عقل وعلى إنسان راحته وعلى كيفه وعلى كل شيء حتى يستمتع. يعني لو يعني يستمتع طبعا. ها يستمتع بالشغل وبال كان طابخ أكل ما يسوي أكل ما سرعة. صح. يربش عمره. لا لازم يكون على كيفه وعلى راحته، وحتى يكون ياكل ذاك الأكل يكون طابخ لنا يعني من عقله ومن قلبه ومن فؤاده. ما مال جهده. صح.
صدقتي. والعقل ويقول لك العقل من الشيطان، لا تستعجل، العقل من الشيطان والعقل ما منها فائدة. نعم العجلة من الشيطان. أيوة. والصبر مستحيل فرق، انفرق إنسان يصبر الله تعالى يفرج عليه. سبحان الله. نعم من لحظة يبقى الله تعالى يفرج عليه. سبحان الله يفرج. من يبدأ يصبر عطى نفسه شعور الصبر الله يفرج عليه على طول يعني. نعم. سبحان نعم. الله. أنا برنامجكم كل يوم أسمع أول ما أتابعه، لكن تو عجبني مرة على طول، مرة أنا أكون جالسة مرة متشوقة على هذا البرنامج. أحسنتي من طيبش والله يا آمنة. مشكورة حبيبتي. أحسنتي الله يخليك. تسلمي. مع السلامة. شكرا أحسنتي. ننتقل إلى رسائل نصية مستمعينا، ورسالة تقول مستعجل ماكل شو بني من أبو رغد نصر محمد ثاني، شكرا لك. أيضا ناجي عايل يقول صحنا مغطايا ولا قبولي كشف. أيضا أبو حكيم الدبدوب من صحاري يقول نشكركم الأخت عايدة على التميز في تقديم برنامج سولف معانا، والشكر موصول لجميع طاقم العمل. والحكمة تقول الصبر كالصبر مر في مذاقه ولكن عواقبه أحلى من العسل. نعم بالتأكيد. شكرا لك يا أبو حكيم. طيب ناخذ اتصال وبعدين نرجع للرسائل النصية. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا، معنا محمد الحارثي. أهلا وسهلا الأخت عايدة، كيف حالك؟ حياك الله يا محمد. عفاش الله. أعتقد وفوا وكفوا اللي تكلموا، الأخت آمنة ما شاء الله عليها تكلمت كثير، ما تقصر آمنة. نعم أي والله، الصبر مفتاح الفرج طبعا. نعم. وللحظة نحن في أكثر شيء أنا أركز في على سواق السيارات. نعم. أنت تعرفي ما شاء الله عليهم وقت ما يسوقوا حتى السب ويعني حتى بغى يوصل هذاك المكان. ليش يا أخي؟ نعم. أيام أهالينا زمان يعني بالحمير يوصلوا المنطقة يظلوا على شهر شهرين. بالفعل نحن لا، بنوصل هذاك على 10 دقائق 7-5 دقائق على هذاك المكان، ولا على السرعة وعلى يا أخي. ليش يا أخي؟ أرواح الناس أمانة بالفعل أمانة. يعني وبعدين الله اليوم يعني سهل علينا أشياء كثيرة، عندنا السيارات هذه نعمة، ليش إحنا نحولها إلى نقمة؟ كم وكم من الشباب اللي راحوا. أكيد. إيه والله نحن نتحصر عليهم يعني طبعا. نسمع هذه الحوادث هلا في رسالتي بس هلا في السياقة، هلا في القيادة أمانة يا جماعة، العجلة من الشيطان. يعني أنتوا في كل الأحوال بتوصلوا، ليش تتسابقوا تتسارعوا على إيش؟ يعني الموت بعيد الشر، يعني الله يحفظ الجميع. الحمد لله. نعم شكرا لك يا محمد. بارك الله فيك. تسلم. بارك الله فيك. مع السلامة. نرجع للرسائل النصية مستمعينا، ورسالة تقول السلام عليكم، يقول المثل يا صابر سنة يا واقف على الباب ساعة. الرسالة من محمد بن كزر عفيت، شكرا لك. مثل جميل أيضا، يا صابر سنة يا واقف على الباب ساعة. أيضا رسالة من سعيد الهنائي يقول يسعد مساكم وبرنامج ممتاز ورائع، ويقول المثل في التأني السلامة وفي العجل الندامة. شكرا لك يا سعيد، شكرا على الرسالة أيضا وهذه الحكمة الجميلة. هذه هي الحكم، هذه هي الأمثال، فيها أدوات، هي تعتبر أدوات، تريد تفهمها، تريد تعرف نتائجها استخدمها. يعني مثل أي أداة موجودة عندك في البيت، تريد تعرف فائدة هذا الأداة أو هذه الأداة، تريد تعرف نتائجها استخدمها، لا تخليها كذا في حال إنك خليتها ما رح تستفيد. إحنا كذلك الحكم والأمثال هذه فيما لو جلسنا بس نرددها من غير ما نفهمها ونستخدمها أكيد ما رح نستفيد. في اتصال يا سلطان. ناخذ اتصال. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. أهلا وسهلا. حياكم الله. الله يحييك. حبيت أشارك لكم. تفضل من معانا. جمعة المخصوصي من جعلان. يا أهلا وسهلا فيك يا جمعة. أختي عندما تقال الأمثال تقال أصلاً لتجربة لتجارب معينة استفدت منها هذه الأمثال. نعم. يعني نتيجة خبرة. نعم. والأمثال يعني مثلاً مثال الصبر تجديها بأنها مقسمة يعني إلى تحق بعضها إلى الصبر وبعضها تعطي أمل وبعضها
يعني تعطي أمور كثيرة يعني حول هذه الأمثال. نعم. فمن ضمن الأمثال مثلا يقول من صبر نال، يعني نال يعني هذه تعطيك على النتيجة، توحي إلى النتيجة، لابد أن يكون بعض الصبر نتيجة. بالفعل. فمثل اللي هو يقول من صبر أو أبو صبر نال، ينال المكافأة، نال النتيجة، نال ال. وشوف جمالية كلمة نال، كأنه يعني كافأ، حصل على هدية أو فاز. نعم. جميل جدا. وبالفعل مثل ما ذكرت أنه يعني الأمثال هذه خلاصة تجارب سنوات طويلة، يعني خرجت هذه الأمثال من ناس عندهم خبرة بتجارب ومواقف عاشوها واختصروها في مثل. نعم. أشكرك يا جمعة. تسلم، بارك الله فيك، مع السلامة. أشكر كل من يتابعنا في تويتر، وفي انتظار تغريداتكم الجميلة بالتأكيد. أيضا رسائل النصية، رقمنا هو 90484، ورسالة تقول: معكم أبو أحمد العبري، شكرا على البرنامج الجميل، فمهما طال الليل فالفجر قادم، ومثل اليوم يحث على الصبر وينشر الأمل، دمتم بود. شكرا لك يا أبو أحمد. أيضا رسالة تقول: صبر ساعة ولا وجع دوم، ونشكر طاقم البرنامج، شكرا لك، يا ليت عرفتنا على اسمك. ناخذ اتصال. السلام عليكم. السلام ورحمة الله، مساء الخير. مساء النور، كيف الحال؟ طيبين الحمد لله، تمام. حياك الله الأخطائي. الله يحييك. من معانا؟ محمد بن عبد الله الرواحي. يا هلا وسهلا فيك يا محمد، حياكم الله. اليوم موضوعكم عن الصبر. هي يا صابر زمان اصبر ثمان. ايش تعرف عن هذا المثل؟ من صبر ظفر. من صبر ظفر. نعم. وبغيت اقول من صبر ساعه ولا وجع دوم، لكن سمعت اشتريت الرساله على ان احد حضر الرساله. بالفعل بالفعل. يعني ايضا خميس الهنائي ذكر في بدايه البرنامج: صبر ساعه ولا وجع دوم. ولا وجع دوم. نعم. يمكن هو شعور الصبر شويه. نعم. في العجل الندامة وفي التأني السلامة. بالفعل بالفعل. يا هلا وسهلا، حياكم الله. شكرا لك. يلا حاليا ترانا في الدوام، عاد باين نمشي. يعطيك العافية، وإن شاء الله درب السلامة وتوصل. زينة الحمد لله. شي أمطار؟ لا ماشي. حاليا في الصحراء ترانا. الله يحفظكم ويعطيكم العافية يا رب. يلا حياكم الله، أحسنتم. تسلم تسلم، مع السلامة. إذا مستمعينا، يعني نعم شعور الصبر نوعا ما متعب، لكن في ناس ما شاء الله يعني واعية لدرجة أنها تستمتع بالصبر، ما نقول يعني تقاوم، ولكن تحاول قدر الإمكان أنها تتعايش مع الوضع اللي صارت فيه، لذلك تنال يعني نتاج هذا الصبر الجميل اللي هم صبروه بالفعل. ناخذ اتصال. مرحبا. السلام عليكم. وعليكم السلام، كيف الحال عايدة؟ الحمد لله تمام، الله يسلمك. يعطيك الصحة والعافية رب العالمين. الله يعافيك، أهلا وسهلا فيك. حياك مسلم، رحبي معاك. حياك الله يا مسلم، كيف حالك؟ حياك والله، الحمد لله طيبين، كيف حالك أنت طيبة؟ الحمد لله بخير، الله يسلمك. يعطيك الصحة والعافية رب العالمين. الله يعافيك. والله المثل اليوم أحسن مثل. أيوة، يا صابر زمان يقول لك. أيوة. يا صابر زمان أصمع. يا صابر دوم عانك الله على يوم. يا صابر دوم عانك الله على يوم. عانك الله على يوم. يوم واحد هذا أصعب يوم. أيوة. يا صابر دوم عانك الله على يوم. يا سلام. أيوة أيوة. وفي مثل غير لجي بيه يقول: إذا لقيت ربيعك عسل خل منه وسل، يعني ما تلحس كله. أيوة، إذا لقيت صاحبك عسل خل منه وسل، يعني خلي منه وسل. إذا واحد عنده طيب وعنده كذاك، ويجي واحد يعني مثل ما تقولي لا تستغله، يعني يستغل طيبه، يستغل طيبه، جايين اليوم عطيني كذاك، لا يجي باكر عطيني كذاك. صح صح صح. أيوة. أشكرك أشكرك يا مسلم. حياك يا عايد، حياك. الله يحييك. نرجع للرسائل النصية مستمعينا، ورسالة تقول: صبرك في نفسك ولا صبر ناس عليك. صح.
أيضا رسالة تقول فلنكمل حتى نصل إلى ما نريد ولا نستسلم، فربما كانت لحظة اليأس هي فعلا لحظة الوصول. كلام جميل، هذا رد على اليوم الصعب اللي يعني يسبق يوم الفرج. للأسف ما عرفنا مرسل الرسالة. أيضا رسالة تقول مساء الخير، المثل يقول كل تأخيرة فيها خيرة. علي العامري شكرا لك. أيضا رسالة من سالم العمري أبو سهيل يقول صبرك على نفسك ولا صبر الناس عليك، مثل حبيته جدا. ناخذ متصل جديد. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا عايدة. أهلا وسهلا. مساء الخير. مساء النور. والله برنامج جميل وشيف، لكن احيانا ما احصل خط. يلا الحمد لله اليوم قدرت توصل. من معنا؟ مو امثالكم اليوم، امثالكم حلوه وجميله. هي من معنا اول شيء؟ راشد بن محمد بن عامر الوهي. يا اهلا وسهلا فيك يا راشد. مو اخبارك؟ الحمد لله بخير، كيف حالك انت؟ بخير. الاجواء حاره ولا بارده؟ حاره الحمد لله على كل حال. حراره. نعم لازم انه موسم لازم وحالات الحرارة، ترى بناكل رطب وبناكل لمبة بعدين. احنا عشنا على حرارة أكثر منك. هي انت تحملته أكثر، احنا عندنا تكييف في كل مكان. في زمان أول ما شيء بعد لا كهرباء ولا مكيف. صح سبحان الله. نعم الحمد لله. يقول لك يا صابر زمان اصبر ثمان. صحيح اصبر على كل على الزمان، لما كذا ولا كذا. صح وإذا حبيبك عسل لا تلحسك النعاس. نعم بمعنى أنه لا تستغل الآخرين. نعم لا أستغل الآخرين. في بعض منهم يقول جناب المثل من كان جيبك ملانا الكل يخضع لك. عيد يعني المثل راشد. يقول إذا كان جيبك ملان الكل يخضع لك. أها إذا كان جيبك يعني مثلا أنا أعطي اليوم أجيني باك المرة، ترى أنا عرفني أن أنا أعطي دائما هذا. نعم. يجيب دائما يعني أنا أظل دائما اللي جيبه عندي حالة. صح هذا المثل جميل يا راشد. ملان الكل يخضع لك. الكل يخضع لك. نعم ايوه اشكرك يا راشد. الله يخليك ان شاء الله يطول عمرك. تسلم تسلم جميعا يا رب. مع السلامة. إذا عزيزي المستمع هذا مثلنا اليوم، يا صابر زمان اصبر ثمان. ما بنكسر صابر لو فرصتي تمضي، والحظ لو عاثر بصنع انا حظي، لو تنثر احلامي برجع ارتبها، ولو تصعب ايامي بعيش ومحسبها، برجع ارتبها، لو تصعب ايامي بعيش ومحسبها. يا مسهل الدنيا مهما تعاند، مهما تعاندنا يا مسهل الدنيا، مهما تعاندنا. نفهم الفرحة عادي عادي، التعب عادي والهم هم الحا، ولو ما لوم الحزن بادي ما نفهم الفرحة. ما بنكسر صابر لو فرصتي تمضي، والحظ لو عاثر بصنع أنا حظي. ما بنكسر صابر والله صنعنا حظي. يا مسهل الدنيا والله مهما تعاندنا، يا مسهل الدنيا
سولف معنا. نسعد بتواصلكم معنا على هواتف البرنامج عبر الرقم 24640234 24640234 الرسائل النصية القصيرة 90484 سولف معنا من الأحد إلى الخميس من الواحدة وحتى الثانية ظهرا على الهواء. سولف معنا. حياكم الله مستمعينا وأهلا وسهلا فيكم. ما بنكسر صابر وفق راشد الماجد بالتأكيد في هذه الأغنية، أغنية جميلة جدا تخلينا يعني نعمل تحديث لمشاعرنا ونبدأ نقوي نفسنا من أول وجديد. رسالة تقول: مساء الورد، ما في صبر مثل صبر النبي أيوب عليه السلام، وصبر صعب، وقول اللهم صبرك يا روح. من أبو رغد نصر محمد ثاني، شكرا لك. أكيد لدرجة أنه في مثل اليوم يعني يقول يا صبر أيوب. أيضا نتذكر أو يعني نذكر هنا أيضا صبر النبي يونس في بطن الحوت. شكرا لأبو رغد. في اتصال، ناخذ الاتصال. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. أهلا وسهلا، مساكم الله بالخير. مساك الله بالنور. من معانا؟ مع طلال مرزوق الهناي. يا أهلا وسهلا فيك يا طلال، كيف حالكم؟ بخير الحمد لله. بخير الله يسلمك. أنا أول مشاركة حالي، وصراحة عجبني موضوع الصبر. أهلا وسهلا فيك يا طلال. لأنه من صبر نال. من صبر نال. نعم نعم. ودائما الإنسان الصبور دائما يكون حكيم، ودائما ينال يتميز بالحكمة دائما. جميل. نعم، يعني هي مرتبة عالية، لذلك أنه الواحد يعني لما يشوفون إنسان صابر ينال يعني حتى صفة الحكمة. أكيد إنه يصف الحكمة، وما كل واحد يصبر، وكل إنسان صبور ينال من صبر، كما يقولوا صبر ساعة ولا وجع دوم. نفس الشيء، هذا الصبر يدل على ذلك. دائما الواحد يواجه مشاكل، يواجه أشياء كثيرة في الحياة. نعم. فالصبر مفتاح الفرج دائما. جميل. نعم، الصبر مفتاح الفرج. ويا صابر زمان اصبر ثمانية طلع. جزاكم الله خير. شكرا حبيب. شكرا لك، مع السلامة. اتصال جديد. السلام عليكم. سلام وبركاته، كيف الحال؟ الحمد لله تمام. كيف الأمور؟ تمام إن شاء الله. الحمد لله بخير. من معانا؟ سليمان بن عبد الله رواح معاش. يا هلا وسهلا فيك يا سليمان. حياكم الله. أول مرة تشارك. طيب وجميلة صراحة. من طيبك يا سليمان. أول مرة تشارك. هذا العجلة اللي فينا نحن العمانيين، وخاصة في الشوارع، هذه مشكلة كبيرة. صح. إحنا توانا في الشارع وسوق 120 كأني واقف في الشارع مرة دي. شوف كيف. يعني السرعة سرعة هائلة، والجو حار، وما تعرف اللي يصيب الإطارة السيارات. أيوة طبعا. والله متكلم عشان هذه النقطة بس، لأن صراحة يؤلمنا هذا الشارع هذا، يعني سرعة استعجال يعني حتى هو ترى يوتر الآخرين، يعني أنت تستعجل من هنا غيرك أيضا يعني يتأذى، تمر عليه بهذه السرعة وترمشه بعد يعني وهو يسوق، يعني حرام يعني هذه التصرفات، يعني تأذيك وتأذي الآخرين. يعني يقول في العقل في التأني السلامة، في العقل في الندامة. صحيح. نعم، احنا في يعني يمكن الشارع يوقف في مسقط، بدخل استعجال حاجز جاز اليمين حبلنا الشمال وحد، والحين في الشارع على 120 اسوق 120 وهم تفلت، يعني تقول مره صواريخ. شفت يعني ما داعي على هذا، الواحد يوصل ان شاء الله تعالى بيات الله تعالى تأني. ما في داعي، ما في داعي ولا اي سبب، وان كان قوي هذا السبب يعد مبرر لسرعتك وجنونك. مبرر ما مبرر ابدا، يعني الجو حار، شارع يغلو، يعني إطار سيارة هذا نعم ينفجر عليك في لحظة، مو فايدة عاد. إيش الفايدة؟ نعم والله، يعقل عليهم إن شاء الله، يعقل الجميع. آمين إن شاء الله. والله يحفظ يعقل الجميع علينا يا رب. نعم نعم. آمين. والله أحسنت يا سليمان. شكرا أحسنت لك. أحسنت حياك الله. مع السلامة.
اتصال آخر وهذه دعوة من سليمان، وخاصة اليوم الخميس ديروا بالكم رايحين لمناطقكم وحافظاتكم لأهاليكم، ديروا بالكم ووصلوا لهم بالسلامة. ناخذ اتصال. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته وسعيدة. أهلا وسهلا محسن. مثل عليش ومثل على أخوان المستمعين وطاقم البرنامج. حياك الله يا محسن. محسن التوبي معنا، تفضل. الأمثال اللي طرحوها صراحة تخدم شريحة من المجتمع كبيرة يعني، وتعلم من الناس دروس أيضا. نعم. يعني قبل من يكون مثل هو درس يعني الإنسان يتعلم في حياته. بالفعل. هو تذكير يعني لنا وللجميع. الصبر. بالنسبة للصبر، هذا الصبر نزلت في آيات قرآنية وحديث، وابتلي كثير من الأنبياء في الصبر يعني. نعم. فيجب الإنسان أن يتحلى بالصبر في جميع مواقفه. نعم. لأن كل إنسان إذا تعود أو اعتاد هذه العادة الصبر يصل إلى النجاح دائما. بالفعل. نعم. فنتمنى الإنسان أن يكون صبور في مواقف التي تمر عليه، والإنسان يبتلي الله سبحانه وتعالى باختبارات في الحياة يعني. نعم سبحان الله. نعم. فنتمنى يكون الإنسان يصبر ويتحلى بهذه الصفة، لأن هذه صفة المسلمين الصبر يعني دائما. نعم. أشكرك يا محسن. بارك الله فيك. تسلم. مع السلامة. رسالة تقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رسالة من حمود العبري: نشكركم على البرنامج الرائع، ويكفينا قوله سبحانه وتعالى: إن الله مع الصابرين. صدق الله العظيم. أحسنت يا حمود، وأنا أحضر الحلقة تذكرت هذه الآية. إحنا يمكن يعني نمر على الآيات كذا على السريع، ما نتدبرها ما نفهمها. إن يعني هذه إن تفيد التوكيد، وإن الله مع الصابرين يعني في أفضل من كذا، إن الله يكون مع الشخص الصابر. سبحان الله. نعم. ناخذ اتصال. سلطان. لا، نكمل رسائل النصية، وأيضا نذكر برقم الرسائل النصية 90484، هذا رقمنا. وبالنسبة في تويتر حسابنا @generalradio. نرجع للرسائل النصية. في رسالة يعني حروفها تداخلت، ولكن في جزء يعني من الرسالة مكتوب فيها: وفي العجلة الندامة. شكرا. عموما أكيد يعني هو كان قصده في التأني السلام وفي العجلة الندامة، وفي كلام آخر حقيقة ما واضح، ولكن شكرا للمرسل. ناخذ اتصال. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اهلا وسهلا عبد الله العيسائي معنا. يا اهلا وسهلا. الله يحييك يا عبد الله. الله يمسك بالخير. تفضل يا عبد الله. المثل يقول: يا صابر زمان اصبر ثمان. اصبر شو؟ اصبر ثمان. ثمان؟ هي مش كمان يعني. كمان لا، احنا ذكرنا في البداية انه يعني في بعض الدول يقولوا انه يا صابر زمان اصبر كمان، لكن احنا في عمان مثلنا يقول: يا صابر زمان اصبر ثمان. ثمان. نعم صحيح. صبر بعد مثل ما يقول مفتاح الفرج، والصبر طبعا صابر له منزلة عظيمة عند الله سبحانه وتعالى. نعم. قال تعالى: وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. وبشر عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. سبحان الله. أيوة. فالصبر يعني مش شيء سهل عند الإنسان. نعم. قليل الناس اللي هي عندهم عزيمة الصبر ويقدروا يصبروا على المشاكل والبلاوي اللي في الدنيا. يعني قليل اللي يصبر، ولذلك شوف يعني حث الإسلام للناس يعني بضرورة الصبر وبنتائج الصبر. يعني في أجمل من كلمة وبشر، بشر الصابرين يعني. سبحان الله. نعم. لأن اللي ما يصبر بيتعب. نعم. على عدم صبر يعني. تعرف الواحد لما تجيه مشكلة أو شيء وما يصبر ما يمسك نفسه. وشوف تكملة الآية: أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة. سبحان الله. شكرا لك على هذا التذكير يا عبد الله. تسلم. بارك الله فيك. شكرا لك. مع السلامة.
يعني مشاركاتكم بالفعل أنا أعتبرها دروس أيضا، كل مشاركة بصراحة أطلع منها ب يعني درس جميل، بعبارة عميقة جدا. لذلك إحنا نطرح مثل هذه المواضيع عشان نثري هذه الموضوعات، هي أصلا يعني ما هي سهلة، ما هي هينة، بالعكس عميقة، ولكن يشتد يعني هذا العمق وتتقوى في حالة مشاركاتكم الجميلة، لأن بالفعل نطلع من يعني مشاركاتكم بمفاهيم جميلة وبرسائل جميلة. هذا هو مثلنا اليوم مستمعينا، يا صابر زمان اصبر ثمان، مشاركات جميلة جدا يعني تدعم هذه الأطروحات، وهذا مثل جميل جدا لتقوية يعني شعور الصبر عندنا، وتذكير أيضا أنه دائما الشخص يعني يقول والله أنا صبرت. نعم أنت صبرت فترة من الزمن، اصبر بعض الوقت. أيضا في حالة الشخص اللي حتى ترى الشخص اللي يصبر على نتيجة جميلة، يعني عارف أني أنا بعد كم يوم في نتيجة معينة، في مكسب، في شيء جميل راح أحصل عليه، يزداد استعجاله يمكن أو ينفذ صبره على آخر أيام. لذلك يعني يذكره يا صابر زمان اصبر ثمان، ما يطيق الصبر نحتنا لا وبرا، ولوح الحمامة نحتنا لا وبرا، وما يطيق الصبر يا من لقلب ما يطيق الصبر، نحتنا لا وبرا، نوح الحمامة نحتنا لا وبرا، ما يطيق الصبر يا من لقلب ما يطيق الصبر، نحتنا لا وبره، نوح الحمامة نحتنا لا وبره، ما يطيق الصبر يا من لقلب ما يطيق الصبر، نحتنا لا وبره، نوح الحمامة نسعد بتواصلكم معنا على هواتف البرنامج عبر الرقم 24640234 24640234 أو 24640233 24640233 الرسائل النصية القصيرة 90484 90484 يا محلى سوالف سولف معنا من الأحد إلى الخميس من الواحدة وحتى الثانية فقط على الهواء سولف معنا. سولفوا معنا مستمعينا، وأكيد تحلى السوالف بتواصلكم معنا. ناخذ اتصال. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، كيف الحال؟ سهلة. الحمد لله تمام. معاش محمد أبو عادل، محمد العميري. أهلا وسهلا فيك يا محمد، حياكم الله. محمد. هذا الآن نحن صبرنا، يعني أعتقد أن آخر ما اتصل أنا كنت أحاول من ساعة تقريبا وما حصل الحظ،
لكن شوف كيف الصبر، أنا صبرت وآخر وقت حصلت شفت على كيف خط. الصبر دائما مفتاح الفرج، هذا من نوع الصبر. أيوة. شفت كيف أيوة. يقول الشاعر أعتقد الشاعر قال أنه يعني الصبر، عن الصبر يتكلم يقول أصبر كصبري عساك تنال أصلاحي والصبر، والصبر في خير عساك تنال أصلاحي، يعني دائما الصبر هو, هو, هو بعد الصبر في خير يجي. صح، بعد الصبر. كلام جميل، شكرا على, على, على هذه البرنامج الحلو يعني، وإن شاء الله دائما حياتك فيها خير يا محمد. آمين إن شاء الله. بارك الله فيك. شكرا شكرا حياكم الله. شكرا لك. بالفعل هو محمد تقريبا يعني أنت كنت آخر متصل، وشكرا في اتصال. طيب عشان خاطر الشخص اللي منتظر ناخذ اتصال. السلام عليكم. وعليكم السلام. تمام، كيف الحال؟ الحمد لله تمام. طيبين حياكم الله. الله يسلمك. بارك الله فيكم. من معنا؟ أضرب هذا المثل للجن، صبر الجن. يقول الله تعالى لو يعلمون الغيب لما لبثوا في العذاب المهين. يعني كان الجن يعملون لسيدنا سليمان عليه السلام. نعم. وتوفى هو واقف فوق العصا مثل ما عارفين في القرآن الكريم القصة هذه. هم يعملوا تقريبا 100 سنة وهم يحرثون الأرض. نعم. يشتغلون لدي يعني. لما يحرثوا هذه الأرض ما يعرفوا الغيب، هم يشتغلوا وهم صابرين يشتغلوا. نعم. يعني على الصبر يعني، ولبثوا في العذاب المهين. يعني لو يعلمون الغيب لما لبثوا في العذاب المهين. لما لبثوا في العذاب المهين. سبحانك ربي. اي والله. وبارك الله فيكم، بترك المجال. من معنا؟ نعم، من معنا؟ عبد الله الحسني. يا اهلا وسهلا فيك يا عبد الله، حياكم الله. كيف حالك؟ انت اتصالك هو الاخير. الحمد لله احنا بخير. كيف حالك انت؟ جزاكم الله خير الحمد لله. وينك؟ وين من وين تكلمنا وانت في الطريق؟ والله بالسياره، واقف جنب الشارع اتكلمكم الان توي سويق. عبد الله الله يحفظك ودرب السلامة يا رب. الله يسلمكم، بارك الله فيك. تسلم، بارك الله فيك ولجميع الموظفين واللي مخلصين من أعمالهم متوجهين إلى بيوتهم. الله يحفظكم ودرب السلامة يا رب. احنا كذا مستمعينا انهينا حلقة اليوم. كانت معكم معايدة البلوشية في الإعداد والتقديم، وأذكركم أيضا بفريق العمل أنس لمشيفري، أحمد الحديدي، وفي إخراج حلقة اليوم سلطان المعمري. وإجازة موفقة بإذن الله وممتعة، والله يحفظكم. يابه الله القربي هدي، يسعد الله مساها التلاقي، والله النهم للدنيا علي، ساقه الله العش بالقلب السادي. يابه الله القربي هدي، يسعد الله مساها التلاقي، قلب ساقي. وشفت فيها الغلا وشاف في لحفتي لسرت ميل عماقي، وجمحت بي شعور قوي لين ما تم في الحال باقي. وشفت فيه الغلا وشاف في لحفتي لسرت ميل عماقي، وجمحت بي شعور قوي لين ما تم في الحال باقي. يسعد الله مساها التلاقي، من الدنيا علي الله العش بالقلب سادي. جد العمر والعين ضي فك وده غلايه
واحد لسيوف عينه ضحية لاهب الشوق نازل ورادي بهجة العمر والعين ضي فك وده غرايق وثاقي ورحت لسيوف عينه ضحية لاهب الشوق نازل ورادي يسعد الله مساها التنادي من الدنيا علي الله العشب القلب سادي بها الله الدربي هدية يسعد الله مساها التلاقي والله انه مل الدنيا علي ساقها الله العشب القلب ساقي يا بها الله الدربي هدية يسعد الله مساها